السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بإذن الله في هذا الفيديو سأقدم لكم 8 نصائح لتقوية الجهاز المناعي من تجنب الإصابة بمرض كورونا القاتل. الجهاز المناعي هو أحد أهم أجهزة جسم الإنسان، حيث يحميه من الأمراض والفيروسات والميكروبات المختلفة، وخصوصا في فصل الشتاء. يوجد العديد من أعضاء الجسم التي تشترك في نظام المناعة، مثل اللوزتين والطحال والمسالك البولية والمعدة وغيرهما، ويوجد العديد من النصائح التي يجب اتباعها للحفاظ عليه. ولكن قبل مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نصائح لتقوية الجهاز المناعة: تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على فيتامينات وعناصر غذائية مثل السيلينيوم والمغنيسيوم وغيرها، حيث تساعد على إيصال الدم والأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وخصوصا التمارين التنفسية مثل اليوغا والتأمل وغيرها، حيث تحافظ على صحة العقل والجسم، كما أنها تقوي الجهاز المناعي بفعالية كبيرة نظرا لتقليل نسبة هرمون الكورتيزول في الجسم. الضحك، حيث أن المرح يحافظ على صحة الجسم والعكس صحيح. النوم لساعات كافية، ويفضل 8 ساعات يوميا على الأقل للشخص البالغ، حيث أن الذين لا ينامون لساعات كافية يصابون بالعديد من الأمراض المختلفة نظرا لضعف جهازهم المناعي. الحرص على نظافة الشخصية، وذلك من خلال غسل الجسم بشكل يومي بالماء والصابون للتخلص من الجراثيم والميكروبات المختلفة التي تصيبه، وخصوصا في فصل الشتاء. التخلص من المشاعر السلبية مثل التوتر والقلق وغيرها، حيث أكدت الدراسات أن الذين يعانون من القلق والتوتر بشكل دائم تزداد احتمالية إصابتهم بأمراض مختلفة نظرا لضعف جهازهم المناعي. تناول كمية معتدلة من السكريات، إذا أشارت الدراسات الذين يتناولون الأطعمة الحلوة بكميات كبيرة تزداد احتمالية إصابتهم بأمراض مختلفة، وذلك احتمالية نمو الميكروبات والفيروسات في الدم. أهم المأكولات التي تقوي الجهاز المناعي وهو اللبن الرائب. يحتوي اللبن الرائب على العديد من المغذيات الحيوية التي تحافظ على صحة الجهاز المناعي، حيث أكدت الدراسات الحديثة أن تناول اللبن الرائب يوميا يساهم في التخلص من الجراثيم والميكروبات المختلفة التي تصيب الجسم. الشوفان وكذلك الشعير، يحتوي كلا منهما على كمية كافية من الألياف التي لها دور فعال في القضاء على الفيروسات والأمراض المختلفة التي تصيب الجسم، والسبب لاحتوائهما على مركب بيتا كالوكانات. الثوم كذلك، يعتبر الثوم من أكثر الخضر الفائدة للجهاز المناعي، والسبب لاحتوائه على مادة الأليسين التي لها دور فعال في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي. لذلك ينصح بتناول 6 فصوص منه في الأسبوع على الأقل. كذلك الأسماك تحتوي على نسبة مرتفعة من عنصر السيلينيوم، والذي له دور فعال في إنتاج كريات الدم البيضاء، وبالإضافة إلى تقوية الجهاز المناعي. اللحوم تحتوي كذلك على كمية كافية من عنصر الزنك، حيث يساعد بدوره على تقليل احتمالية إصابة الجسم بأمراض مختلفة. بهذا أتمنى مشاهدة الفيديو ومشاركته مع الغير كي تعم الفائدة، والسلام عليكم إلى فيديو جديد إن شاء الله.